مع روزة وعبد الله. مساء الخير مستمعينا، مساء العافية والسعادة، وياكم روز البندر وأكيد برنامج على مودك عبد الله. يا هلا وسهلا، حياك الله روز وحيا الله كل المستمعين اللي يسمعونا عبر الراديو بالسيارات، عبر أبليكيشن ام بي سي راديوز، وحتى عبر الويب سايت. يعني حلقة جديدة ومميزة وخميسية، واليوم حلقة مختلفة. ليش مختلفة يا روزة؟ لأنه اليوم ويانا فراشة الرومانسية. أكيد ضيفتنا. أريد شوية نحذر المستمعين، شو رأيك؟ المستمعين عارفين والناس قاعد تنتظر على نار من اليوم، وأسئلتهم وصلتنا بتويتر، والتفاعل الجميل اندل يدل أنه هذه الفنانة فعلا واصلة وقاعد تقدم نجاحات تذكر. اليوم ضيفتنا الناس ظاهرة. اليوم ضيفتنا في برنامج على مودك روزا الفنانة كنزة مرسلي، الفنانة الجزائرية، منورتنا في استديوهات بانوراما اف ام في دبي. حياك الله. حياكم الله. يا هلا وسهلا. شكرا على الاستضافة، وانا جد فرحانة اني موجودة معكم اليوم. اهلا وسهلا بيك كنزة. احكينا عن اليوم، حابة انه الجمهور او المستمعين بصورة عامة يتعرفون عليك اكثر، يتعرفون على حياتك اكثر، يومياتك، الشغلات اللي ما ظاهرة على السوشيال ميديا او حتى بالكليبات. طبعا انا شفت يعني كليباتك كلش حلوة واكو تنوع بيها، بس دائما اكو طابع الهدوء حتى بشخصيتك. احشينا شوية عن يعني بصورة عامة من البداية، منو اللي زرع بيك هذا الحب انه الغناء، او انه شجعك انه تفوتين لهذا المجال؟ انا طبعا يعني المجال الفني ما كان هو الهدف الرئيسي لي. من يعني في فنانين يذكروا يقولك انا من وقت ما عرفت، كما نقولوا احنا بالجزائر اصلاحي، يعني اول ما كبرت شويه يعني طموحي او الشيء اللي كان حبيت نمتهنه هو الفن. انا على العكس، انا الفن ممكن طلعت الفكره في راسي. اكيد انا كنت نغني وانا صغيره، لكن الموضوع عندي كان شويه سر. إيه كنت نخبي، ما كنتش نحب نخلي الناس يعرفوا أنه أنا نغني. كنت كثير خجولة، يعني أنا بعدني شوي خجولة. لكن خليها تتفاعل. لذلك حبيت أسلط هذا الضوء. لكن قبل كان الموضوع أكثر، فحتى بالبيت مع أهلي ما كنتش نحب نخليهم يعرفوا أنه أنا نغني. لغاية ما صار عندي 13 سنة ابتدوا البرامج الهوات في التلفزيون، فتشجعت. قلت لا، انا لازم نغني، انا عندي موهبه، انا حابه نوصل. حبيت تكونين بارت اوف ذس. فمن هنا بدات الفكره. وبعدها طبعا الدعم الرئيسي لي كانت والدتي، اللي نوجه لها تحيه. طبعا هي يعني المرافقه لي من وقت ما فكرت انه اني حابه نخوض المجال. يعني كانت ما عندها مشكله، قالت لي عادي غني، لكن بشرط كملي دراستك. حلو. أهم شيء الدراسة. طرحت عليك موضوع الدراسة. طيب خليني أقول لك أنه كنزة مرسلي الفنانة الجزائرية عرفناها من برنامج للمواهب، وخليني أقول لك أنه اكتشفنا صوتها الجميل من هذا البرنامج. قد إيش يعني لك هذا البرنامج، وقد إيش أنت كنتي يعني خليني أقول لك جريئة أنك تدخلين هذا البرنامج، وأنت في البداية قاعد تقولين أنه أنا كنت خجولة كثير، وأنت عارف أنه هالبرنامج راح يصور يومياتك أول بول و24 ساعة، ففي رياليتي كثير يعني. صح، أنا كنت حابة فكرة البرنامج. يعني أنا أصلا تشجعت أني ندخل للفن، وأني مش نمتهنة، ما نحبش كلمة مهنة، لأنه أنا بعتقد لو صار الفن مهنة راح يفقد طعمه. فأنا ما تكون بيروح. أنا لحد الآن شايفة نفسي أنه هذا يعني هوايتي اللي نحبها. فالبرنامج كنت حابة فكرته، يعني كنت حابة فكرة هي شباب من مختلف البلدان العربية يلتقوا. ممكن هذا الشيء اللي كان يعتبر الشيء اللي ناقصني في شخصيتي، انه انا
تكسرين هذا الحاجز. إيه تربيت يعني لوحدي في فترة معينة، يعني أنا ضليت لوحدي 8 سنين لغاية ما جاء أخوي اللي أصغر مني، يعني كنت نحب الأجواء العائلية اللي في العائلة الكبيرة. أنت الأكبر الأولاد؟ أنا أكبر واحدة. فكنت نحب يعني خصوصا لما نروح زيارات عند العائلة نفرح لأنه في ناس كتير في عائلة كبيرة، فلأنه إحنا عائلتنا صغيرة، قلت أنا بس وماما وبابا الله يرحمه. فستار أكاديمي كان يعني كان الشيء اللي أنا أصلاً نحبه، يعني نحب الجمعة، نحب خصوصاً تحدي إنه من كل واحد من بلد عربي، من ثقافة مختلفة، من أنواع مختلفة، فهذا هو الشيء اللي شجعني. طيب كنزة، إحنا شوية أخذنا معلومات من هاي التجربة، ولكن خلينا نروح نسمع أغنيتك لكازا دول أمور، ومن بعدها راح نعرف بعد عن هاي التجربة اللي غطيها وأضواء الشهرة كيف كانت معاك في البداية. ومكملين وياكم مستمعين البرنامج على مودك، وأكيد اليوم ضيفتنا الجميلة وأنا أسميها الناسكة كنزة ويانا عبد الله. شوف خلينا نسالف ونعرف أكثر عن تجربتك كنزة بالبرنامج ستار أكاديمي، وكيف تعاملتي مع الشهرة، كيف شفتي الشهرة بعد؟ يعني تعرفين الطالب لما يدخل هذا البرنامج أول أسبوع أسبوعين يكون الوضع عادي، هو حاب أنه ينافس، حاب أنه يتطور ويتقدم، بس البرنامج يبلش يبدأ والناس تتعمق أكثر، تبدأ تزيد جماهيرية هذا الشخص. فشلون تعاملتي مع هذه الشهرة، وقد إيش كان شعورك، يعني وش كان شعورك؟ شرحينا هذه التجربة. والله شوف، أنا مثل ما ذكرت لك قبل أنه أنا كنت حابة فكرة البرنامج، ومش ما كان هدفي الشهرة، كان هدفي حب الناس. عرفت، لأنه يقدر الواحد يكون مشهور لكن يقدر يكون مش محبوب. فأنا يعني وحبيت البرنامج لأنه فيه أنه الجمهور يتعرف على ايضا على شخصيتك، على انسانيتك، مش فقط على الجانب الفني مثل بقيه البرامج. عرفتي او عرفت؟ فهذا الشيء اللي والشهرة، يعني انا ما كنتش متوقعه ابدا انه راح، اول ما طلعت وسافرت يعني لقيت المطار، يعني ما قدرش نوصف لكم مطار، يعني كما نقولوا احنا بالدجاج راح يطرطق، يعني راح ينفجر. فالحمد لله، يعني انا انصدمت اول شيء. كانت التجربه مختلفه من انت مثلا على المسرح بالبرنامج بستار اكاديمي، تشوفين جمهور مقابلك ومحبيك والفانزات مالتك اكيد تشوفيهم وتعرفيهم، ولكن التجربه كانت مختلفه من نزلتي للمطار والناس اجواء مالتهم. اكيد، لانه انت داخل البرنامج او داخل الأكاديمية ما عندكش تواصل مع العالم مباشر. الخارجي تمام. ممكن كان عندنا جلسات سوشيال ميديا يجيبونا يعني تعليقات تغريدات وممكن تعليقات للجمهور، لكن مش بالقدر اللي لما تخرجي تشوفي الكم يعني الحقيقي الواقعي. فكانت شوية صدمة بالنسبة لي في الأول، لكن بعدين بديت نستوعبها شوية. لكن سؤالنا كنزة، انه انت بس مش جمهورك من الجزائر، أكيد نوجه تحية لكل الجمهور الجزائري اللي قاعد يسمعنا، لكن عندك جمهور في الوطن العربي، في العراق، في السعودية، في مصر، في المغرب. أنا عندي أسئلة كثير، يقول متى نشوف كنزة كمان في المغرب؟ فكيف تعاملتي مع هذا الجمهور المتنوع وكيف ترضينه؟ أي هو الإرضاء صعب. صعب، يعني يقولوا الإرضاء الناس غاية لا تدرك، فما بالك يعني العالم العربي كله. فالحمد لله، يعني الواحد يحاول أنه يرضيهم على قد ما يقدر، قدر المستطاع، وفي الأخير ما يقدرش يرضيهم كلهم لكن يحاول، أهم شيء. طيب خلينا هسا نروح نسمع أغنية قتال. 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 أغنية قتال اللي ما شاء الله حصدت تقريبا ما يقارب 9 ملايين مشاهدة على اليوتيوب من أغانيك، ومن بعدها أريد أسألك سؤال، ممكن أن تغنين بلهجات أخرى؟ ممكن العراقية تكون من ضمنها أو لا؟ راح نعرف أكيد من بعد هاي الأغنية. حياك
حياكم الله، رجعنا لكم جديد مكملين ومستمرين معاكم اكيد في على مودك. اليوم ساعتنا الاولى مختلفه، ساعتنا اليوم الاولى فنيه، لكن فنيه لانه معانا صوت جميل، فنانه جزائريه اثبتت نفسها وبفتره قصيره انها تكون نجمه وفي الساحه واغانيها مشاهداتها بالملايين، فنانتنا كينزا. حياك الله مره ثانيه. حياكم. كنزة، سألتك سؤال قبل الأغنية وقلت لك ممكن يكون لك يعني إن شاء الله بالأيام الجاية عمل خليجي أو عراقي باللهجة العراقية. والله يا ريت، أتمنى يعني سواء الخليجي أو العراقي، خصوصا طبعا لهجات في يعني غنية عن التعريف، وكل بقولوا الفنانين يلجأوا للغناء الخليجي، خصوصا انت عندك يعني قاعده جماهيريه كخليجيين او عراقيين. ايه، عندك فانزات ومتابعين وكثير يطلبوا مني بصراحه، كثير يطلبوا مني امتى نسمعك باغنيه خليجيه، امتى نسمعك باغنيه عراقيه، فانا نقول لهم نستنى الفرصه، يعني نستنى مثل ما يقولوا الاغنيه اللي نحس انه يعني انا تشبه لي، وان شاء الله انه في قريب ان شاء الله يا رب. اتمنى. زين، ليش ما نسمع اليوم شيء خليجي منك؟ شيء خليجي. لا تهجى في كفوفي، مو مهم راي الكفوف، دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا، مو على كيف الزمان ولا على كيف الظروف، لا نبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. الله. لا تهجى في كفوف، مو مهم راي الكفوف، دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا، ولا كيف الزمان ولا لا كيف الظروف، لا نبو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. الله عليك على الصوت والإحساس يا كنزة. يعني أحلى أغنية، ممكن أنا من الناس والأغاني الخليجية اللي أفضلها. او انه انت تحبين يعني تنوعين وما تقولي لا؟ لا، مش موضوع ما اقول لا، ومش موضوع انه انا لا يفرض علي شيء، تمام. ايه، لكن انا نحب نجرب يعني ما دام شيء مقبول في خطوط الحمراء، ليش لا؟ يعني الواحد يجرب ويشوف نفسه في كذا السير، خصوصا انه لما يكون جسمه يستحمل، عرفتي؟ فهذا هو الشيء، وعلى حسب كل أغنية وكل فيديو كليب وكل قصته وكل واحد، يعني الستوري بورد والمود. تمام. شفناك باللوك الغجري. ايه، بكذا الأمور. طبعا يعني منشوفك انت هادئة وهيجي نزوكة، ما نشوف هاي الهايبر اللي بينتيها والمكياج والحركات والشيء، وأيضا بكليب قتال ظهرتي بلوك نقول كلش قوي وحاد باللون الأسود وحتى مكياجك، وأيضا تقمصتي هاي الشخصية، يعني أديتي الأداء ممتاز. هذا الحلو أنه الفنان يتنوع. صحيح. وما يكون إلا قالب واحد معين. شنو رأيك هسه، شنو حابة نسمع من أغانيك على الهواء؟ اللي بتحبون. أنا حبيت ملكة سبأ. ملكة سبأ كلش حلوة، هادية وفيها رومانسية. احنا راح نسمع هذه الأغنية ونطلع هذا الفاصل الغنائي، لكن بعد الفاصل لكل جمهور الفنانة كنزة، السؤال اللي تكرر علينا في السوشيال ميديا كثير، هل راح نشوف الفنانة كنزة في دور تمثيلي قريب؟ بعد الفاصل. اوكي. ما فيش عشاء جانا وياكم مستمعين برنامج على مودك على البانوراما اف ام، واكيد مع ضيفتنا الجميله كنزه. كنزه، خليني اسالك، انت عندك ما شاء الله اعمال حلوه وجميله، ولكن هل حابه بالفتره الجايه او مفكره انه تسوين ديو مع فنانه او فنان معين؟
حابة تشتغلين هذا الشيء؟ والله شوف الموضوع دائما وارد انه الفنان يعمل ديو مع فنان اخر، لكن حاليا ما الفكره مش ما اقولكش مش في راسي، لكن غالبا تكون وفق فرص وفق صدفه، عرفتي يعني لقاء مع فنان معين. لاحظنا ديوتو الفنان سامو زين، تمام، انت وفنان سامو زين، هل في راح يكون تعاون قادم؟ هل في مثلا او كيف يبنى الديو مثلا في المجال الفني؟ والله كل مره كيف يعني، ساعات يكون اتفاق بين الشركات، ساعات يكون اتفاق بين مدير اعمال هذا ومدير اعمال هذا، وساعات يكون لقاء عفوي بين الفنانين، تكون صدفه يلا نعمل ديو يعملوا ديو. حلو. طيب من الفنان اللي تحسين حابه تعملين معاه ديو؟ يعني المود مالتكم نفس الشيء او ولا في كثير؟ في كثير، لكن بما انه احنا بنحكي شوي بالخليجي والعراقي، هلا خطر ببالي ماجد المهندس، كثير بحبه كثير. طبعا نوجه له تحيه للفنان ماجد المهندس. وطابعكم اثنيناتكم رومانسي. هو انسان هادي، وراكن التقيت فيه مره بنيويورك، كان يعني نعم الاخلاق عن جد. اكيد نوجه له تحيه من بانوراما فام الفنان ماجد المهندس وجمهور الفنان ماجد المهندس. الحين نجي لسؤالنا اللي قلناه قبل الفاصل، متى نشوف الفنانة كنزة بالتمثيل، وتحديدا على الأسئلة اللي وصلتنا من الفانز في رمضان 2020، خصوصا انه الفنانة يعني كنزة كانت لها تجربة تمثيلية سابقة في مسلسل جزائري. حتى مثل ما قلنا بالفيديو كليبات مالتك كلش انتبهت عليك انك تقمصين الشخصية مع يعني نحب التمثيل. انا تمثيل اكتشفته مش من بعيد، يعني مش مثل الغناء، اكتشفته ممكن قبل ما نفوت على البرنامج، لكن البرنامج تأكدت لأنه كان عندنا صف مسرح، فيعني أخذت الثقة أنه أنا عندي قدرات في التمثيل. بعدها بديت نوظفها في الفيديو كليبات، وعملت مسلسل جزائري من سنتين كان اسمه تلك الأيام. كان مسلسل جد رائع وعنده قصة رائعة من التسعينيات القرن الماضي، لكن للأسف المسلسل لم يعرض وما كملناش تصوير توقف. ليش؟ ولأسباب مجهولة لحد الآن، يعني أكيد الشركة. هل في أحد يعني حاب أنه كان يوقف هذا المسلسل أو أنه هو شيء مادي؟ وارد، أكيد وارد هذا الشيء، يعني وارد كثير. تمام. طيب خلينا نسمع حسة أغنية كانت باينة، أغنيتك الجديدة، ومن بعدها خلينا نفوت أكثر بتفاصيلها، خلف الكواليس، شلون كانت الأجواء، شلون بدت الأغنية. يلا. ها وكنزة نريد أغنية من عندك سمعينا. مستمعينا الحلوين، متواصلين وياكم برنامج على مودك على البانوراما اف ام، واكيد روز البندر وعبد الله النفاعي، واليوم ضيفتنا الجميله فراشه الرومانسيه كنزه. كنزه خلينا نحكي شويه على اغنيتك الجديده اللي نزلت قبل اسبوعين، اللي هي كانت باينه، ما شاء الله مبروك عليك النجاح. وصلت مشاهداتها على اليوتيوب الى 4 مليون، وهي باينه فعلا ترى الحين باينه انها راح تكون ناجحه هذه الاغنيه، لانه الان ما شاء الله تبارك الله يعني ما خطت الفترة القصيرة وصلت 4 مليون. أي وشوي، ما شاء الله. فنقول لك مبروك على الهواء انك دخلتي 4 مليون وشوي. انا يعني الان عرفت انه وصلت 4 مليون. شيء جميل في برنامجنا. حلو الحمد لله. كنزة شنو كانت اجواء هاي الاغنية تحت شان بيهايند سين احنا نقول، وايضا لامست قلبك وانه انت شلون اختاريتيها بالبداية؟ الاختيار كان لأنه أنا كنت حابة أغنية تكون هادية، على خلاف لكازا دي لامور اللي يحبها عبد الله، اللي أنا كثير أحب هذه الأغنية يعني أنا قلت لها تحت الهواء. يعني لكازا دي لامور كانت مع دي جي اللي هو دي جي عادل، وكان طابعها صيفي أكثر وإيقاعي أكثر، فحبيت العمل اللي بعدها يكون هادي وهو مش رومانسي لكن دراما شوية فيها. اخترتها يعني حسيتها مختلفة، فيها طابع مختلف، يعني أغنية تجمع بين الفولكلور الوهراني اللي هو الراي الوهراني الأصيل، مع طريقة عصرية جديدة وكلام موضوعها. يعني الكليب ممكن تصورته ممكن يكون فيه رسالة، عرفتي؟ أكيد. فهذا هو. شفنا الكليب
مالتك. كنزة انت دائما يعني نشوف اغانيك تغنين باللهجة الجزائرية. بالضبط اللهجة الجزائرية. أنا وروزة تحت الهواء وقبل لا نلتقي بالفنانة كنزة كنا نقول يعني أكيد في هدف من غنائك باللهجة الجزائرية. أنت غنيتي ألوان ثانية لكن كنتي مركزة كثير على الجزائري، وأنا وروزة كنا نتفق ونقول إنه لا، في هدف أو في رسالة بتوصلها الفنانة. أكيد أكيد كل شيء عنده هدف، يعني الفنان اللي ما عندهش أهداف أنا نعتبر إنه يعني لازم يكون عنده هدف معين. بصراحة حبيت نعمل، بما أني أنا ابتديت كما سبقنا وذكرنا أنه من برنامج عربي، واتجاهي في الأول كان وفق يعني الفرص اللي جاتني في البداية، هي أني بديت نغني كان عندي أغنيتين وثالث ثلاثة أغاني باللهجة المصرية. بعدها حسيت أنه لا لازم يكون عندي رصيد جزائري، بما أني أنا مقيمة بالجزائر وبما أنه أنا عندي جمهور شريحة أكبر، يعني أكيد ممكن جزائري. في جمهور متنوع من كافة الوطن العربي، لكن الشريحة الأكبر هي من الجزائر وحفلاتي في الجزائر. وأنا جزائرية فضروري نغني بلهجة بلدي. أنا نشوف كل الفنانين يغنوا بلهجة بلدهم، يعني السعودي بيغني سعودي والعراقي بيغني عراقي والمصري يغني مصري، فضروري الجزائري يغني جزائري. إلى عنده الإمكانية أنه هو يتنوع باللهجات وبالأنواع، ليش لا؟ لكن ضروري يحافظ على هويته. ومثل ما شفنا كنزة أنت أصبحت يعني سفيرة اللهجة الجزائرية. أتمنى لأنه إحنا بدنا نسمع أغانيك وحابيها بدنا نسمعها باللهجة الجزائرية وبدنا نحاول نفهم. أو صارت سهلة عندنا كمان. سهلة صارت والله، هذا شيء يسعدني. وحتى أكو كلمات مثلا إذا ما افتهمناها راح ننزل نشوف الكلمات ونحاول نعرف في مجهود معناها. يعني الحمد لله. فهي هاي هذا الشيء الحلو اللي أنت وصلتي صراحة. طريتي الحفلات وجمهورك يتساءل في الوطن العربي في المغرب يقولون متى نشوف كنزة عندنا في المغرب، أيضا جمهورك السعودي هنا في المملكة حاب أنه يشوف كنزة في ظل هذا التقدم والانفتاح اللي قاعد نشوفه والمواسم اللي قاعد تصير عندنا والحفلات، متى ممكن نشوف كنزة متواجدة في كذا مكان سواء في المملكة أو حتى في بلدان عربية؟ والله متى هذا يرجع للغيب لا أعلم، لكن نتمنى يكون هذا الشيء موجود في المستقبل القريب، لما لا؟ يعني يكون أنه الفنان بالأول وبالأخير ما عندوش هوية وما عندوش ما عندوش جنسية. الفن ما عندوش جنسية، الفن عام، الفن عالمي، ممكن أي واحد يسمع أغنية تعجبه حتى لو ما يفهم الكلام بس يعني يحبها. يعني نتمنى وإن شاء الله في المستقبل يكون في حفلات في الوطن العربي كله. أنا وروزة حس ودنا أنك تغنين وغنيتي يعني المفضلة، شو رأيك روزة؟ لكازة؟ لكازة. زين طيب شو رأيكم نسمع أغنية يلا من أغاني كنزة ومن بعدها حتى شنو نحضر السنابات يلا نضبط السناب ونجهز التصوير. راح نطلع مستمعينا نسمع احدى اغاني الفنانه كنزه ومن بعدها حضروا نفسكم راح تغنين على الهواء مباشره. مستمعينا راجعين وياكم اكيد ببرنامج على مودك، وهسه صار الوقت انه كنزه تغنينا اغنيه، وراح تغني الأغنية اللي حبها. إيه هذه الأغنية اللي قاعد. هاي أنا هم حبها رجاء. لا الأغنية ما يختلف عليها اثنين، هذا أولاً. جداً. وكان لون جميل ولون سريع، وبعدين في أكثر من خليني أقولك لهجة أو طعمتيها بلهجات مختلفة. هي لهجة جزائرية ومع لغة إسبانية. نسمع. يلا. Yeah. كل يوم تحويسة من مدريد لفينيسيا، أنا عنده برنسيسة. كدرت اسمي بروميسا، كل شي يمشي غاية وهو هنا يا معايا، ما نصبر دقيقة لي مي أمر عندي بالدنيا. يا أنا كونتيغو انت يا كوميغو، عدينا نقول لهم باي باي أستلويغو. يا أنا وعمرنا داكور
غير خطونا بور فافور، بغينا نعيشو فلامان ونبنو لكازا دي لامور. انا وعمري رانا داكور، غير خطونا بور فافور، بغينا نعيشو فلامان ونبنو لكازا دي لامور. لكازا 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 دي لامور. لكازا 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 دي لامور. هيا 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 هي هي هي. لا كازا دي لامور، هيا يا 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 لا كازا دي لامور. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني سمعت الأغنية النهائية أساسا، سمعتها الآن مباشر بصوت كنزة، شكرا أنك غنيتي أغنيتي المفضلة صراحة. الأجواء حلوة بالنسبة لي. طيب مين الفنان الخليجي اللي حاسة أنك أنت تحبين أغانيه؟ لأنه عندنا سؤال أنا وروزا دائما في برنامج على مودك، دائما نسأل مستمعين إيش حابين يطلبون أغاني وإيش حابين يسمعون وإيش مودهم. روز يعني كنزة لما تحب تسمع أغاني خليجية؟ والله يعني في كتير فنانين، لكن حسين الجسمي. حسين الجسمي. طيب نسمع أغنية بصوتك شوي ولو كلمتي. طيب ساعدوني، ممكن لا راح نساعدك نطلع لك الكلمات. انا شغلي مهم جدا. ايه مهم جدا. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، مهم جدا بغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي. نعلي الطبقة شوي. مهم جدا وجودك في تفاصيلي. أيوة. مهم جدا بغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي. مهم جدا جدا، مهم جدا جدا، مهم جدا تفاصيلي. الله عليك يا كنزة. يعني احلى شيء من الفنان يكون متمكن يغني اكثر من لغه ويغني اكثر من طبقه ويجيدها. يعني غنيتي لنا بالبدايه اغنيه، غنيتي اغانيك، وهسه ختمتيها باغنيه مهم جدا الفنان حسين الجسمي. ما شاء الله عليك، يعني تبهرينا اغنيه عن اغنيه. كنزة يعني جدا جدا سعيدين احنا بحضورك. جدا. وكنا يعني نتمنى انا وروزا يعني نسال الاسئله اللي يعني اللي وصلت لنا كلها، حاولنا بس اتمنى حاولنا نغطي اكثر قدر ممكن، ان غطينا كل الاسئله وخلينا الناس تعرف مين كنزة الفنانه، كيف كانت بداياتها، كيف وصلت، كيف تعبت ليومك هذا، وكيف هي حريصه على اختياراتها. سعيدين جدا باستضافتك والله. والله انا كنت اسعد. نورتينا على مودك ونورتينا بالبانوراما اف ام. شكرا لكم، شكرا على استضافتكم وعلى حسن استقبالكم. كنزة اخر سؤال. اخر سؤال، اعمالك الجديده بعد كانت باينه، اريد شنو اريد هسه حضرت السناب. ياي شوفي، يعني كانت باينه يعني نزله من اسبوعين فقط، ما عندهاش بزاف، لكن إن شاء الله يا رب تكون في أغنية قبل رمضان بإذن الله. إن شاء الله، ومتحمسين نسمعها إن شاء الله. مستمعينا، وصلنا وياكم نهاية ساعتنا الأولى من برنامج على مودك، وأكيد ضيفتنا الجميلة كنزة. راح نختم بأغنية من الأغاني اللي نحبها. أيوة، هذه أجواءنا في على مودك. سعيدين جدا باستضافة الفنانة الجزائرية أكيد كنزة مرسلي. باي ذا واي، قبل ما نختم أحب أقول لك إني أنا كنت واحد من متابعينك في برنامج ستار كنزة. هذا شيء ساعدني والله والله. شكرا. شكرا لك كنزة، نورتينا. شكرا لكم. كل يوم تحويسة من مدريد الفينيسيا، أنا عنده فرنسيسة كده أرتيس مبرومي، نقول لهم باي.
حبيبي عندك قلب كبير تستاهل قاع الخير يا نديما نخمم فيك من خيال كل تنغير يا مهدروا علينا ديما يعسوا فينا ما بغوناش نتهناو بغونا نكونوا في غبينا يا ندميقو انت يا دميقو عادي ننقرم ويما يستلويقو يا نو عمري رانا داكور غير اختنا بور فابور بغينا نعيش في لامن قولوا من لكازة دلامار يا نو عمري رانا داكور غير اختنا بور فابور بغينا نعيش في لامن قولوا من لكازة دلامار قدمت لكم هذه الساعة برعاية إكسترا بمناسبة عام إكسترا 17 خصومات من 10% وحتى 50% صار لنا عمر معكم وبنكمل معكم عمر سيري نعم ودي بسيارة أحسها قطعة مني أفهمها وتفهمني في المنعطفات وتساعدني أتجنب المخاطر وتلفت انتباه من حولي النتائج كلها تشير إلى سيارة مازدا CX-9 بمميزاتها 19 الجديدة الآن مازدا CX-9 ذات الرفاهية الغير عادية لدى شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة الوكيل الحصري لسيارات مازدا في المملكة زورونا الآن اليوم العالمي للإذاعة راس مالي هو ما عندي سوى يا مرو ينهى علي بنيتي ايش يعني ضم ويامي معاه ايش يعني نار داما جنتي عشقها وادعي له بواب الصلاة واطلب الله
عبرتي من كثر ما نتعلقت بهوا اختنك في فرحتها من فرحتي وما عندي سوا ايش يعني نار الشقا بعده وفي قرب غنا واحد النساني معنا وحدتي والفراغ اللي محاصر لملا والحزن ما لا مكان بغرفتي وفي شعور دوم ترجع كفتي ما أبي غراح ولا عندي سوا وكان عند غير يحرك لحيتي